السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مشاهدينا في الفقره الثانيه من برنامج كلام كبار. لما دايما نسمع كده عن حد بيحكي عن واحد يعني عاشت زوجته معاه سنين الغربه وبيخليها تدفع كل قرش، او مثلا واحد زوجته واولاده سنين عمرهم عايشين على الضنك وبعد ما يموت يكتشفوا ان هو كان مليونير. أعوذ بالله من البخل والبخيل، ده موضوع حلقتنا النهاردة عن البخل. هي صفة من الصفات كتيرة مذمومة اجتماعيا وكمان دينيا، هي موجودة ومنتشرة كتير قوي في مجتمعاتنا العربية، ويمكن أكتر ظهورا في الراجل عن الست، يمكن بطبيعة الحال علشان هو اللي مسؤول عن الإنفاق. ناس كتيرة قوي بتتلخبط ما بين هو الإنسان ده حريص أو بخيل ولا شحيح، ده اللي هنعرفه بس بعد ما امسي على زميلي. مساء الخير عليك يا اسر. مساء الخير يا دعاء، ومساء الخير على اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم مره تانية في برنامج كلام كبار. زي ما زميلتي دعاء بتتكلم النهارده، موضوع الحلقه بنتكلم على البخيل. وخليني كده اقول حاجه كده، اللي هو ممكن اقول ايه مثلا، ايه اللي هو ممكن اقول ايه، البخيل وانا، او انا والبخيل. هل يا ترى انت صادفت في حياتك مثلا ان انت اتعاملت مع حد بخيل، او في حد من اسرتك مثلا كان بخيل؟ وخليني اقول لك، انت مثلا انت زوجك بخيل، بس بيني وبينك كده، ولا هو حريص؟ طب خلينا نفرق كده، نقول ايه، طب ايه الفرق ما بين البخل وما بين الحرص؟ قال لك بقى، يقول لك ايه، البخل ده اللي هو واحد معاه فلوس ولكن هو حارم نفسه وحارم اللي معاه، لكن الحريص هو ايه، بيفكر 100 مره قبل ما يحط القرش في المكان دوت، بيبقى اللي هو يعني بيبقى صعب جدا، بس في الاخر بيدفع، مش كده برضو يا دعاء؟ فعلا الحرص والبخل موجودين، بس احنا نعرف نفرق بينهم. الحريص دايما اللي هو عنده يعني ليميت، يعني مثلا لو حد جاب له هديه في يوم من الايام بيردها، يا اما بنفس مستواها او حتى اقل منها، انما البخيل ما بيردهاش اصلا. في يعني قصه كده بيحكيها احد الشباب، ان هو قبل خطوبته كان بيخرج مع اهل عروسته، فالعروسه كانت طلبت منه مره ميه، فجاب ازازه ميه باعتبار ان هو يعني في بيته بيشرب من ازازه ميه وكوبايات للي عايز يشرب. فبعد كده نبهته ان هو المفروض يجيب لكل واحد ازازه. هم اعتبروا في الاول ان هو بخيل، ولكن ده الشخص ده ما عندوش حته اللي هي السوشيال انتليجنس او الذكاء الاجتماعي، ودي اللي المفروض ممكن تخدعنا في الاول ان الشخص بخيل او لا. فعلا هو في حركات كده، او في بعض العلامات كده بتخليك اللي هو ايه، بتنور كده اللي هو لمبه حمراء كده، تقول ايه الشخص دوت بخيل. ومثلا ممكن مثلا اللي هو ايه، في فتره الخطوبه دايما بتلاقي اللي هو ايه، دايما العروسه كده واهل العروسه بيبقى عندهم كده حرص كده، خصوصا في حته البخل، يشوفوا هل هو لما هيجي يزورهم في البيت هيخش بحاجه، طيب لو دخل عليهم بحاجه الحاجه دي قد ايه، طب شكل لبسه عامل ازاي، لما يجي يعزمها هل بيعزمها ولا بيقول لك لا خلاص اوكي ممكن ناكل في البيت او اعزمكم عندي في البيت. ففي بعض النقط كده بتخلي اللي هو تقول ايه، الشخص دوت كويس ولا الشخص دوت بخيل، فابعد عنه. احنا في عندنا انواع من البخل، يعني في عندنا بخل اللي هو بخل بالمال، وفي عندنا كمان بخل اللي هو بخل عاطفي. تخيل ان في بخل عاطفي يا دعاء. في بخل من المشاعر، ودايما اللي يكون او في اغلب الاحيان ان الشخص البخيل ماديا بيكون بخيل في كل حاجه حتى في مشاعره، ولا ايه؟ فعلا هو يعني بخيل بمشاعره، دي كارثه اللي هو. وعلى فكره حته البخل العاطفي دي ممكن بتؤدي الى الخيانه، خيانه بجد. يعني احنا عارفين دلوقتي ان احنا في مجتمعنا في بعض الازواج اللي هو ما بيديش اللي هو يعني مش كريم مع مراته عاطفيا، ما بيقولهاش كلمه حلوه، ما بيقدرهاش، فبالتالي هي ممكن لو سمعت الكلام كلمه حلوه من بره ممكن تضعف، وفي الاخر نرجع نيجي نلوم الزوجه. لكن لو جينا بصينا في الاصل هنلاقي ان هو الزوج نفسه هو اللي كان بخيل معاه، وممكن كمان الزوجه كمان تبقى بخيله مع زوجها. فعلا، وده علماء النفس لما بحثوا في موضوع البخل ده وجدوا ان هو ليه بدايات من فترة الطفولة. لو ما كانش فعلا بخل عارض تعرض الإنسان ده لموقف خلاه بخيل، يمكن ليه آثاره النفسية اللي جاية مع الطفل منذ الطفولة، خلت عنده كده حتة عدم الأمان، كل ما بيدي حد حاجة حسسته إن هو بعدم الأمان،
فبيضطر ان هو كل حاجه عايزها ليه بالانانيه، بمثلا نتيجه برضو لافتقار مشاعر الحب والامان، نتيجه الخلافات الزوجيه اللي ممكن برضو تؤدي زي ما انت قلت يا اسر لمشاكل كتيره. وفي تقرير كان طالع من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ان بتقول خلال 50 سنة اللي فاتوا نسبه الطلاق زادت من 7 ل 40%، وان 55% من السيدات اللي كانوا طالبين الخلع قالوا ان الازواج كانوا بيسلبوهم مرتباتهم واجبارهم على الانفاق، مع ان الزوج بيشتغل ومرتبه كويس. طب ده في بقى في قصه ظريفه بقى، والقصه دي بجد فعلا حصلت. يقول لك مثلا ده بجد، اللي هو زوجه بعد 25 سنه جواز، تخيلوا 25 سنه جواز، اللي هو تفاجئ ان جوزها مليونير وطلبت الخلع عشان هو كان اصلا كان معيشها هي واولادها في فقر، وكان معيشهم على الصدقه. تخيلوا اللي هو يعني زوج جاله قلب ان هو يعيش مراته واولاده على الصدقه وهو مليونير، الموضوع صعب جدا. في يعني امثله كتيره، يعني انا اعرف واحد شخصيا كان والده بخيل جدا عليه هو واخواته ووالدته، ولكن كريم جدا مع الناس اللي بره، لدرجه ان هو في يوم من الايام ابنه طلب منه مبلغ قليل، يعني 300 ملاليم، يعني 350 جنيه، وقال له وعمل له مشكله ازاي وازاي. انما لما صاحبه ايجا يطلب من والده مبلغ 20,000 جنيه في الحال، مع ان الراجل ده فعلا مقتدر وتقريبا يعني كل شويه يشتري عقارات بالملايين. يعني ما اعرفش، تناقض غريب، تناقض غريب فعلا. لكن يعني خلينا نقول كده ان البخل دوت كارثه. على فكره البخل دوت ممكن من اسبابه انه ممكن كمان اللي هو ايه يطلع فيه انحراف في احد افراد الاسره، يعني مثلا الولاد ممكن هم يلجأوا ان هم يتسولوا او يلجأوا ان هم يسرقوا. يعني تخيل اللي هو خلاص اللي هو الولاد مش لاقيين يعني حاجتهم في بيتهم، فبيضطر ان هو يسرق. وفي بعض الاحيان يا دعاء تلاقي اللي هو الاب عشان مش عايز يدفع مع انه مقتدر يطلع ولاده من المدرسه ويقول لهم خلاص روحوا اشتغلوا. انت عارف ايه المشكله في ايه؟ ان هو بتطلع المشاكل دي بتطلع جيل ضعيف وفي حاجه في نفسيته كده مش مظبوطه، فعلا بيطلع جيل يعني الحاجات الانسانيه الاساسيه مش مشبعه عنده، فبالتالي بيدور عليها في حته تانيه اللي هو الانانيه وحب الذات، وحتى ممكن توصل لعدم حب الخير للاخرين. يعني تخيلي حتى لو جينا سالنا مثلا الراجل البخيل، طب انت ولو هو اعترف فعلا هو بخيل، طب انت ايه السبب اللي مخليك ان انت ما تصرفش على اهلك وما تدلعهمش بمعنى اصح؟ صح، محتاجين. هو فعلا محتاجين البخل، يعني هي صفه هتفضل موجوده، ولكن فعلا اعوذ بالله منها. لازم الاهالي هم بيربوا اولادهم ان هم يقولوا لهم ان العالم ده اخد وعطى، وعلى قد ما هتدي على قد ما هتاخد، وان زي ما بيعلموهم عدم الاسراف يعلموهم كمان عدم البخل، يعني خير الامور زي ما بيقولوا اوسطها، يعني كمان المال الكنزي للنزهي في الاخر بيسيبوه يمشوا. يعني لهنا تكون احنا مش بخلة معاكم في الوقت، ولكن خلصت الفقره، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الف خير. سلام عليكم.